واخاه الله بركه عليك يا عبد ويديك مش سنه كمان عشان تنزل على حس قول يا عم فادي ما تخافيش ده شعر ابيض قلب ابيض والله قلب ابيض ربنا يتم عليه بالخير لكل ابن الحب انما معلش انا بعتذر انما كنت اقدر عليك انت يا اخي انا مش هقول لك غير كلمه الاثنين الله يرحم ابوك الله يرحم ابوك قول يا عم جاي براحتك خالص وقت انطلب مني يعني انا فت على القبر بقاله لي ساعه وانا اتاخرت عليه انا بعتذر لك انما معلش انك تحملني شويه معلش عشان خاطر يعني عدم الطرق حبيبي وحبيبك كنت عالم مرحوم الحاج عبد الفتاح باشا عزب مهما نقول في القلب اكتر ولي ابو محمد انا فت عن قبر وسألتوا على اللي فيه ازاي حالكم نايمين ما بتردوش عليا ليه بس كمان احمد مش سمير احمد انا محمد وحشني وانت سبعين سيد عبد العاطي ماذا ده جاب انا فت على القبر وسالته على اللي فيه ازاي حالكم نايمين ما بتردوش عليا ليه قال لي عاوزهم يردوا عليك يقولوا ايه انا قلت يا قبر مانيش فاهم بتقصد ايه قال لي املى كفك تراب وبعقلك انظر فيه تلاقي ده كان عمده والغفر كتير حواليه وتلاقي ده كان بشر الناس تقول له يا بيه وتلاقي ده كان غني وامواله كتير في ايديه الدنيا ضحكت له حبه وزجزجت في عينيه ليل ونهار وبماله عمال بيحسب فيه 100 متر 300 خزاين خست ليه وقف الفقير على البباب طلعت خبابع خبابع عينيه جاله اليتيم انطرد ولا مره حن عليه وبعت له كام رسول عشان ينادوا عليه بيبت شعره ما فكرش شعره بيبت على لسانه تكون حنقه البسيطه مسك عصا في ايديه جسمه انتحل من المرض قلبي مال الدواء يقويه عمل بيت واجزا خانه لكن الطب حيعمل ايه شطاره الطب عملت للي ماتوا شطاره الطب عملت للي ماتوا ايه
شجرة وفتك الحياة، شجرة وفتك الحياة في المية تعمل ليه؟ ولما جه وقت موته، لما جه وقت موته وقفوا الجميع حواليه، بصوا على رقدته وقالوا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، قالوا يا عين عليه، قالوا يا عين عليه، قالوا يا عين عليه، أخو جمع المال ده كله وشوفوا حياخد، شوفوا حياخداك. ولما جاني جني صلبت دودي عليه قصر الكلام، للي يعرف معنته يتوب ليه، إذا كان ربك يسيب كان سيب الدم، خلى بالك والليل أغراق والليل حبيبي ينادي، وأنا حبيبي سيدنا النبي دايما بصلي عليه. 6/8 وفرحة 6/8 المؤدب المحترم إسلام باشا باشا من كل قلب كل قلب كل قلب، ربنا يوفقك ربنا يوفقك ويسعدك يا رب ويسعدك يا رب. غريب مناني مناني حاضر 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 حاضر، والله والله لما صلى على النبي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يسلمك. ذكاء المرء محسوب عليه من ضمن رزقك، ذكاء ده من ضمن رزقك. غريب ليس الغريب ما يهمكش، قول حاضر واسمع الكلام، خلي بالك ايه بس تكون عايز حقه وخلاص. غريب ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، ليس اليتيم يتيم الأب والأم، إن اليتيم يتيم العلم والأدب، غريب في وادي الغرب وجل القرب بعد اللي ومحملني حمول، ورغم الحمل شايلني يلي عليك العين، ليك بالغنت قابلني قطعني انا من الليل، لما انا ودت عايرني ان كنت زواق للمعاني، ان كنت زواق للمعاني، ومخدر الدم قابلني فين عنت لبي وعنت ربي وعنت خبي وعنت كلبني، وعند دلال وعند جمال وعند كمال سحرت معنني، وعند جريئة وعند حرقة وعند حرقة يا ربي سلمني. كتم بتدعيلي اول والله العظيم، ولا ولا لا فين لا شيء، ربنا يفرج على الخلق. غريب في وادي الغرب واجل القرب بعت اللي ومحمل اني حمول، ورغم الحمل شايل اللي عملوني برق خاطف رعد شد يقتلني، يلي عليك العين ليه بالغنت قابلني قطعني انا من الليل، لما ناوي تعايرني كنت
في زواق للمعاني ومخضر التوب ويقابلني في عينت لبي وعينت ربي وعينت خبي وعينت كلمني وعين دلال وعين جمال وعين كمال سحرت معنني وعين جريئة وعين حقيقة وعين حرقة يا ربي سلمني وعين تحير وعين تغير وعين تأخر وعين تقدمني وعين تعز وعين توز وعين تهز الهلال مني وعين بتوعد وعين بتبعد وعين بتسعد وعين تطمني وعين تشوفها تلاقي خفها أنين في جفها بيسئمني وعين تشوفك تحس بظروفك وعين تشرق وعين تغرق وعين وجمع العون عين عالحبيب تكونني ألو من اللي عالخط شاغلني يا ترى سيدنا الحسين دي أكبر ولا ماما الكريمة كريمة الطارق ولا بابا الرفاعي أبا العلامي ولا بابا الدسوقي أبا العيني ولا بابا المكري ولا السيري ولا من اللي شاغلني تبت لواء أنا وعاوزك تقابلني تزعلني انا قلت روحي اللي غرامك مش عللني يا حرم عين النوم وطيت مزغللني انا اتعبت وحصرت جاملني قلت يا حلوة يا مدلعة دلعت الاهل ابني من يوم قلبي محبك وصغر اللي مصاحبني لكن راضي مدام يرضيك عاجبني هل الباب القبول انفتح قدم طلبي يا ابني وضعنا الاساس وانت عليك تبني انا خايف اقول الاه طب البدوي عاتبني قربت انا مني ذا بقت يا عني انا قلت يا صبي يا ليه بتبعدي عني قالت لي انت ما تعرفش هنا فني دنا 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 فتدنا فتدنا قال حسين او ادنى الكمل مني دنا لي عشاق بجاز الحي تعشقني اوعى تغير منهم لو كانوا حضنني لسه انت بادي وخايفه لا تطلعني هاتلك وكيل يضمنك وهاتلي وكيل يضمني قلت الامانه وشرع الحق يضمني طلبت منها الدواء قالت لي ان كنت طلب العطاء سمع الرضا مني ان كنت طلب المدد اسمع يا ولد مني مني وان كنت طلب قلوب العاشقين لها عيون قلوب الصالحين لها عيون قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناصر وألسنة بسم قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير غير ريش إلى ملكوت يا رب العالمين لهم لجج في ذكر الله دوما فلا تراهم إلا ذاكرين رسول الله على الهدى ما أسقرهم وما شرهم هدى ولا من منهم الأعناق شوقا
عنك عن قلوبهم أنوارا وناداهم عبادي تناموا جنالوا وصابا بدرا ما ناما جنالوا وصابا سهرا ليالي على الأقدام واستحلق ملوك الأرض أرباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا وإن أكلوا لحوما أو شحوما رضينا بالقليل من العطايا وإن لبسوا ثيابا فاخرات رضينا بالمرقع والعبايا وإن سكتوا قصور معاليات سكننا في المساجد والزوايا خليك مع الناس الغلابه دي واحده واحده يا عم كبير قابلتها في طنطا كلمتها في تسوق خليك مع الناس ده يا عم سايب واحده واحده خالص قابلتها في طنطا كلمتها في تسوق خططتها في مصر الله يرضى عليك عليك خاطر عم حجازي وعم عاطف عم عاطف ربنا تصلح خلاص روق 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 قابلتها في طنطا حب يا حب يا حب قابل تجف طنطا كلم تجف في السوق قابلتني في مصر بعد العصر قالت لي فوق الليلة ليلة فرح محمد حجازي وفي جغراب مع شوق حضر جسدنا النبي لكن الحنان لكن الحنان من فوق طريق المدد حلم طريق المدد حلو طريق المدد تربية طريق المدد بابا يا بابا يا مغرب الهادي الغربان نظف من اجل السوق ارمي الحسنة تحت والحلو يفضل فوق عيان يما زين عيان يما يما العواجز عيان يما 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 بنت الكرام الطاهرة بنت الكرام الطاهرة
ساحتها دايما عامرة بنت الكرام الطاهرة ساحتها دايما عامرة وانا جاي من بدر او في الزنا بندري انا جاي من بدر او في الزنا بندري واقول مدى مدد مدى انا اقول مدى مدد مدى نصر ومدى يا طاهرة عطشان من مية في يدي اسقني من بحر جد عطشان والمية في يدك اسقني من بحر جد والله يا كريم بحبك نصراني يا ستينا نصراني يا ستينا مدد يا ستي يا رئيسة الدولة يا مرعبة يا الله انا لما اجيلك بصراحة بحس بكل راحة أصلك يا كريمة رواحة أصلك يا كريمة رواحة نصراني يا أمينا وأنا جاي من بدر أو في الزنا بندر أنا جاي من بدر أو في الزنا بندر أقول مدى مدد مدى زينب تقول يا نفيسة وزعل مددات واللي يحيينا من غير ما يقولها شرفتوني ونورتوني حبيبنا يا ستي يا رئيسة الدول في رعاية الله في رعاية الله زينب ستنا 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 يا ستي يا سيدة زينب بلغ النبي جدك اني بحب النبي ومغرم بالنبي جدك ده انا كاتب الجواب ياما زينب ومنتظر ومنتظر ردك يا ستي يا سيدة زينب يكفي النبي جدك يا شجرة طيبة يا شجرة اصلها جدك يا اصلي من اصلي واصل الوجود واصل الوجود جدك زينب تقول يا نفيسة وزع المداتات ودي اللي جي حينا من غير ما يقول يا ده البنت من شأنها بتعشق الخواجات ولجا قالوا المعنوي وتأسس الأساسات ولجا رجال تنتجى يقوم وقت الدجى يوزعوا المدى ده مدى ده أهل الحقيقة لهم بعد صلاة العشاء أساس اسأل عليهم تلاقيهم غرقانين في الزاد ولاد حبيب النبي وأحباب النبي لهم صواوين ودواوين وإدارة وحكومات قالوا عن الصبيه ووصفوا الرجال بالذات طرشا وعرجا وعميا وسميجا عنايات طرشا وتسمع دبيب النمل في الظلمات عرجا وتمشي بيقول ابدع الكيل في لمحات وتنظر بعنقة من بعيد زرار شرمة وتشرب أغاوي معجبك بكاسات
اترك مبالي الصور وادخل معاني الحوش هتلاقي برضو صور قالوا معاليها وحوش يا ما رجال طلبوا النظر واتقتلوا ولا طلهوش عيني رأت راجل في البلاد لابس عمة على طابوش راح اسكندرية لابو العباس الباب ما انفتحلوش وراح طلقة لبابا البدوي ربطه ولا قبلوش وراح تسوي يا دسوي يجي نار بقول لك يحضر كشف هو ده خوش وراح القاهرة لأم العواجز عملت إليه تحقيق وبحثت في أصل الأساس لقت الأساس مشوش واسيبه ياسيني على الهوى غرمه نذر علي وان وصل مقامه لأمرغان خدين في عتباته وكل عيني انظري حرم النبي سيدنا النبي سيدنا النبي حضرة النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي طيب الصلاة على النبي لاجل النبي بعد اذن الجميع راح اشوف الشاي.